أهلا بكم. البداية مشاهدينا ستكون مع آخر أخبار وأجواء مباريات اليوم في مونديال قطر. بعد التعادل السلبي لمنتخبي المغرب وكرواتيا وفوز منتخب اليابان على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف واحد. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلون من استاد خليفة الدولي علي القاسمي ومن استاد الثمامة عدنان جانا ومن منطقة المشجعين في حديقة البداعة مراسلتنا هديل النماس. أرحب بكم جميعا وأبدأ مع علي. يعني كيف هي الأجواء الآن بعد انتهاء مباراة التي جمعت بين ألمانيا واليابان وبفوز يعني النهاية غير متوقعة صراحة بفوز اليابان على ألمانيا؟ بالفعل رانيا، مفاجأة جديدة في مونديال قطر الدوحة 2022. المنتخب الياباني يقلب تخلفه بهدف لصفر أمام المنتخب الألماني ويفوز بهدفين لهدف، وبالتالي يعدل حتى رصيد المواجهات التاريخية بين المنتخبين من أصل ثلاث مواجهات، واحدة للمنتخب الألماني وواحدة الآن للمنتخب الياباني وواحدة أخرى انتهت بالتعادل. بالتالي هذه إحدى أهم وأبرز المفاجآت التي سجلت وتسجل الآن منذ انطلاق مونديال قطر 2022. المنتخب الياباني يطيح بحمل اللقب المنتخب الألماني، وبالتالي هنالك سيقلب هذا الموضوع وهذا الانتصار سيقلب سيناريوهات المرسومة للمجموعة الخامسة رأسا على عقب. الآن بدأت أو ستبدأ بعد قليل مباراة أخرى ضمن هذه المجموعة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الكوستاريكي، وقد تتبلور معها أو قد تتوضح بشكل كبير السيناريوهات التي يمكن أو الواقعية التي يمكن أن تبنى في هذه المجموعة. فيما يتعلق بردود الفعل على هذه المباراة سواء من الجماهير الألمانية أو حتى من الجماهير اليابانية، الجماهير الألمانية والجماهير اليابانية أيضا تتميز بالبرود في حقيقة في كرة القدم، لم نلمس أي مظاهر للاحتفال وهنالك خروج سلس للجماهير من الملعب دون احتفالات، ولكن طبعا هذه النتيجة ستكون لديها وقعة كثيرا لدى المتابعين لكرة القدم وحتى في المسار الذي ستسير فيه وجهة الأحداث في هذه المجموعة الخامسة خلال الدور الأول من دور المجموعات. نعم. شكرا لك علي، ابقى معي. أنتقل إلى عدنان وهو من أمام استاد الثمامة. عدنان، يعني بعد نحو ساعة من الآن مباراة إسبانيا وكوستاريكا، كيف هي الاستعدادات الآن وما الأجواء لديك خصوصا بعد هذه المفاجأة الغير مسبوقة من فوز المنتخب الياباني على ألمانيا؟ رانيا، الجماهير الإسبانية والكوستاريكية بدأت بالتوافد إلى استاد الثمامة لحضور أولى مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الخامسة من هذه البطولة. أعداد كبيرة من الجماهير تتوافد إلى استاد الثمامة لحضور هذه المباراة، وربما التوقعات حتى هذه اللحظة تصب في صالح المنتخب الإسباني الذي يتميز بتشكيلة شبابية معدل الأعمار فيها لا يتجاوز 25 عاما. أيضا هناك سيطرة للنادي الكتالوني، نادي برشلونة الكتالوني يسيطر على تشكيلة الفريق الإسباني في هذا المونديال من خلال حضور 6 لاعبين من منتخب من فريق برشلونة. وأيضا الفريق الإسباني يحاول ربما استعادة أمجاده واستعادة اللقب الذي حققه في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وألا يخيب آمال جماهيره كما حدث في مونديال البرازيل وأيضا مونديال روسيا. وبالتالي التوقعات حتى هذه اللحظة تصب لصالح
صالح المنتخب الإسباني، لكن أيضا المنتخب الكوستاريكي تحضر بشكل جيد لهذه البطولة، ربما ليعيد بعض الإنجازات التي حققها خلال المونديال الماضي من خلال وصوله إلى الدور ربع النهائي. وبالتالي الأجواء هنا أجواء احتفالية، أجواء كرنفالية، كان هناك بعض العروض الموسيقية والعروض الراقصة للجماهير الكوستاريكية أمام استاد الثمامة. وفي هذه الأثناء كما نشاهد الجماهير تتوافد إلى داخل الاستاد استعدادا لانطلاق صافرة البداية لهذه المباراة الأولى للفريق الإسباني والفريق الكوستاريكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة. وبالتالي نتوقع أن تكون مباراة قوية، لا سيما بأن اليابان كسرت جميع التوقعات وتمكنت من الفوز على المنتخب الألماني، وبالتالي ربما هذه المجموعة سوف تتعقد فيها الحسابات أكثر بعد النتيجة الإيجابية التي حققها المنتخب الياباني مقابل نظيره الألماني. وبالتالي نشاهد أيضا بعض الجنسيات العربية التي تشارك في هذا العرس الكروي وأتوا إلى هنا لحضور هذه المباراة. مرحبا، أهلا بك. نشاهدك ترفع علم فلسطين وأنت حاضر في هذه المباراة بين إسبانيا وكوستاريكا، كيف وجدت أجواء المونديال؟ أجواء المونديال تمام التمام، زي هيك ما في بكل العالم، وإثبتت قطر لكل العالم أنه نقدر وبنعمل وبنكون عقدها وعلى الوعد. من تتوقع أن يفوز في مباراة اليوم؟ مباراة اليوم بتوقع كوستاريكا. شكرا جزيلا لك. إذا الجماهير تتوافد إلى داخل استاد الثمامة من عدة بوابات في محيط هذا الاستاد، ويتوقع أن يحضر هذه المباراة أعداد كبيرة من الجماهير الإسبانية وأيضا الجماهير الكوستاريكية التي كما ذكرت تتوافد بشكل كبير إلى استاد الثمامة لحضور أولى المباريات لهذين الفريقين ضمن منافسات المجموعة الخامسة. نعم، أذهب إلى هديل. هديل، وأنت من حديقة البداعة، كيف هي الأجواء، أجواء المشجعين هناك لكلا المباراتين، المغرب وكرواتيا وأيضا ألمانيا واليابان؟ نعم رانيا، يعني أجواء وأصداء المباريات كلها تنتقل وتجتمع هنا في حديقة البدع، هذه المنطقة التي تجمع المشجعين وتقدم لهم تجربة فريدة من نوعها في عيش أجواء وحضور المباريات، إضافة إلى عروض فنية وغنائية وترفيهية. يعني كما نشاهد هنا العديد من الجماهير والمشجعين يبتهجون ويرفعون أعلام علم فلسطين حاضر بالطبع، وأعلام الدول المشاركة في المونديال في منطقة المشجعين في حديقة البدع. يعني بعد عرض المباريات تبدأ هذه العروض الفنية، إضافة إلى عروض ثقافية متضمنة في الجدول. منطقة تجمع الجماهير من مختلف أنحاء العالم، جماهير مونديال 2022 في حديقة البدع. أجواء حماسية، أجواء الملاعب هنا تجتمع في مكان واحد، يعني العديد من الجماهير يفضلون المجيء هنا. كافة الخدمات متوفرة من طعام وشراب، والعائلات تعيش تجربة فريدة من نوعها في هذا المونديال في منطقة المشجعين في حديقة البدع رانيا. طيب هديل، كيف هي ردود الفعل حول نهاية مباراة التي جمعت اليابان وألمانيا؟ يعني كما أسلفت بالذكر رانيا، الأجواء المباريات وكأننا في الملعب هنا، الجماهير تتفاعل مع الشاشات العملاقة، الشاشة العملاقة المنتشرة هنا التي تظهر من خلف، إضافة إلى شاشات أخرى أصغر بالحجم تتابع هذه المباريات وتتفاعل معها كأنها موجودة في أرض الملعب. مباراة ألمانيا واليابان يعني كان التفاعل كبير وعالي جدا، ويبدو أن جماهير الألمان كان عددهم أكبر، فكان هذا ظاهر في من خلال الجماهير الحاضرة هنا في منطقة أو في حديقة البدع التي تجمع المشجعين. هذه هي الأجواء والأصوات هنا من حولي، المشجعون يحتفلون ويبتهجون، وسيبدأ الآن برنامج فني سيستمر حتى بداية المباراة القادمة بعد ساعة من الآن.
شكرا لك هديل النماس مراسلتنا من حديقة البدع، كما أشكر كل من زميلينا علي القاسمي وعدنان جانا.